الو حبيبتي، ترى انا رديت عليكي بس عشان اقول لك انه ما بيني وبينك كلام مره ثانيه. وش سويتي؟ وش كلمه راغد من وراي؟ وش صار على العهد والاتفاق اللي بيننا؟ مو انا قلت انك انت البست فريند حقي وانا البست فريند حقك؟ لا 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 لا، انا احنا متفقين على انه انا ما اكلم احد من وراك وانت ما تكلمين احد من وراي. يعني انت حاسه انك مو غلطانه؟ لا يا حبيبتي، ترى هذا يعتبر غش وخداع. الا 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 المهم خلاص لا عاد تتصلي فيني مره ثانيه. انا في طريق وانت في طريق، مع السلامه. فضيت لهذي. استغفر الله العظيم يا انذي تطفش. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش فيك كريم؟ صوتك طالع من اخر الدنيا، صار شيء؟ لا احد يكلمني اليوم، انهيت بصديق انهيت علاقتي انا بافضل صديقه لي. خلاص ما عاد ابغاها ولا ابغى اشوفها حتى. اذكر الله، اذكر الله يا ريم وهدي. ليش انت اصلا انهيت العلاقه معها؟ يعني الحين هي سرقت منك شيء؟ لا ما سرقت مني شيء. طيب قالت لك كلام مو بحلو يعني او زين قدام صديقاتك؟ لا ما قالت كلام مو بزين. وخلاص يا لانا اتركيني في حالي، لا تتدخليني في شيء مالك دخل فيه. ابو والله براحتك، انا المفروض علي اني اساعدك بس انت ما تبغين. براحتك، ما احتاج اصلا انا احد، انا اصلا مالي خلق اكلم احد. شوفي بعدين تحتاجيني اساعدك. لا والله ما احتاجك الا بتحتاجيني غصب. اقول بس وش صوتكم عالي مره؟ ريم وش فيك يا ريم؟ وش ذا الصوت العالي؟ اي يا ماما، حتى صوتها العالي واصل لين غرفتي. اي تمام، بس وش اللي مضايقك يا ريم؟ صوتك مره عالي. مين كنت تكلمين؟ كنت اكلم صديقتي سارة. ارتحتوا؟ خلاص خلوني انبسط، خلوني ارتاح. يا ريم ردي على ماما بشكل زين، احنا ترى احنا ما نحب نشوفك بهالطريقه زعلانه ابدا ابدا ابدا. خلاص كنت اكلم صديقتي ساره. ارتحتوا؟ ساره بنت جميله ومحترمه ومؤدبه، وانت كنت تستانسين معها وهي افضل صديقاتك. الحين ما عاد صارت افضل صديقاتي خلاص، وكل واحده فينا في طريق، انا في طريق وهي في طريق، ما ابغى احد الحين يجيب لي سيرتها. وليش يا ريم انهيتي علاقتك معها؟ تراها هي البست فريند حقتك من صف اولى ابتدائي للحين، وش صار معكم انتم؟ ما صار شيء، ما ابغى اشوفها ولا اجيب سيرتها خلاص. خلاص انا طفشت اصلا، حتى الجوال طفشني. انا ما عاد ابغى شيء خلاص. مو انا قلت لكم ما تجيبوا لي سيرتها الحين تزودون الهم همين؟ لازم تكونين شخصيه متفهمه. طيب يمكن راحت يعني يمكن بالغلط صوت. ما في شيء بالغلط. في احد يدق على الجوال؟ مين؟ شو الرقم الغريب؟ خليني ارد. اي الو، السلام عليكم، مين معي؟ انت ساره؟ يا هلا والله فيك، كيف حالك؟ تبي ريم؟ ريم موجوده. ريم يعني ما تفضل انها تكلم احد. هي موجوده بس انا ما تفضل تكلم احد الحين، يعني الحين ومتضايقه شوي. ان شاء الله اذا هدت راح اخليها تكلمك. تمام، مع السلامه. خير ان شاء الله يا لانا، تقولين لي انا بكلمها بعدين، انا ماني فضيت لها اصلا. طيب ايش دخلني انا؟ مالي دخل، هي جت متضايقه منها. ليش ما تردين يا ريم على صديقتك ساره؟ بعدين ساره مره صديقتك، انت كنت تستانسين معها، عيب كذا. هي تبغى تكلمك وتفهمك وتسوين كذا. يا ماما انا ما عاد ابغى اكلمها، انا قلت لكم خلاص ما عاد صارت صديقتي يعني، ولا حتى البست فريند حقي. انت حره بس يعني ليش؟ يعني لازم نعرف وش السبب، يعني ليش هي مره صديقتك؟ السبب انه عرفت ان الست ساره تكلم واحده من صديقاتنا القديمات من وراي، واحنا متفقين انه ما نكلم احد من ورا بعض. طب وش فيها يعني؟ ترى عادي، هي بعدين هي فيها حره، ترى عادي يعني كلكم صديقات، عادي لو تكلم احد او تراسل احد.
السبب انه انا وسارة بس فرند ومتفقين اننا ما نكلم اي احد غير بعض، وفي النهاية ست سارة راح تكلم رغد زي ما قلت لك. وش البسبس فرندز هذا؟ وش هذا؟ هذا هاي اكله ولا وش؟ وش هالذيل؟ استغفر الله، طالعين هذه القصص ما ادري وش بس بس فريندز، واحنا ما درينا عنكم قصص ما ادري وش، وصداقه طلع لها اسماء بس بس فريندز. بالله عليك مش ذا الاسم يا ماما، ترى اسمه بيست فريند، وهو يعني ان كل بنت عندها صديقه واحده فقط، يسالفون مع بعض، يسوون كل شيء مع بعض. وش هالخرابيط وش هالنفاق؟ يعني وش هذا الكلام؟ هذا اسمه أنانية وحق، يعني شيء مرة خايس، يعني مو حلو، يعني عادي وش فيها لو تكلم أي وحدة تسولف معها؟ هم كذا يا ماما، الأول ما يعني هم يسوون اتفاقات مع بعضهم، واللي تخالف هالأمر والله يا ويلهم، يكون مثل الغش والخداع. لا استغفر الله، هذا الشيء غلط ولا هو من أخلاقنا. طالما صديقتك تحترمك وطيبة يعني لا تسوين فيها كذا وتقدرك، وبعدين ما تغلط عليك بغيابك، يعني وش هالجيل استغفر الله. حتى لو خربت العهد والاتفاق اللي بيننا. اي طيب وش هو؟ هذا اتفاق باطل باطل، هذا شيء اسمه نفاق، ترى يعني لعب عيال استغفر الله، في قطيعة بين الناس. ايه يا ما ايه يا ريم، ترى كلام ماما صحيح 100%، وترى العهد او الاتفاق اللي بينكم هذا هو شيء يعني هو شيء مو هو صح وشيء خاطئ، وترى عندك صديقات ثانيات تحتاجينهم في الحياة، وترى على فكرة هذول الصديقات جدا ممتازات سواء بمساعدتهم او حتى اخلاقهم الزينة. ايه يعني ليش تقطعون عمركم على هذه الاشياء؟ مو زين عادي، يعني عادي لو تكلم اي بنت ثانيه، يعني حتى اصلا مسلسل هذا الشيء ظلم ظلم وقطيعه بين الناس، يعني ليش تسوين كذا يا ريم؟ طيب وشو؟ انا ما ابيها، خلاص ما ابيها، انا روح يا بنت لانا، روح يا بنت لانا، ابي شوي ارفه عن نفسي من بعد الهم اللي جاني. يا حي الله بسارة، وش هالزيارة المليحة والحلوة. تفضلي هنا يا سارة اجلسي. السلام عليكم، كيفك خالة نورة؟ كيفك لانا؟ كيفك استاذة ريم الزعلانة؟ زعلانة. حياك الله يا سارة يا بنتي، ايش اخبارك واخبار ماما؟ عسى تكونون بألف خير. بخير والحمد لله لك يا ربي. والله يا سارة أنا اليوم جاية عشان حابة أسألك عن موضوع، وش سالفة البست فريند حقتكم هذه؟ وأنتم أصلاً ليش تسوونها من الأساس؟ لا أنا ما سويت شيء، وبعدين أنا قمت تواصلت مع صديقتنا رغد عشان تقوم تساعدنا بحل الرياضيات، وهي شاطرة بالرياضيات. وش فيها يعني يا بنتي سارة؟ عادي عادي انك يعني تصدقين بنت ثانيه وتقولين يعني تخلينها تحل معك واجب الرياضيات، المهم تكون بنت مؤدبه. يعني قصد يعني يا ساره ماما قصدها ان الاتفاق او العهد اللي بينكم هذا شيء مو بزين ولا زين ولا هم من اخلاقنا، وديننا الاسلامي ما حثنا عليه. أدري بس هو كان تقليد لبعض الناس اللي طالعين هالأيام فهالسالفة. لا يا بنتي هذا شيء مو صح، هذا شيء اسمه نفاق، ليه تحرمون نفسكم صديقات؟ إيه أصلاً الصديقات الحلوات يقومونكم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه.
اقول يلا يلا قوموا خموا بعض ولا عاد اسمع سالفه البسبس في الرز. اقول بس يلا يلا خموا بلا نفاق. يلا 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 الثانية بعد قومي. وانتم الثانيين اطلعوا فاصل فاضيين بسبس فرايز. يا عمي ايش هذا؟ اسم قطوة جديد. ماما اسمه بيست فريند. كم مرة قلنا؟ بيست فريند. يا عمي كله بسة. اطلعوا فاصل اطلعوا فاصل.